واستاذن حضرتك يعني فلتكن البدايه رؤيتك انت الشخصيه لمباراتي ليبيا ومباراه مصر امام انجولا. طبعا هي دي المهمه اللي قاد فيها كيروش المسؤوليه مع المنتخب من منتخبنا الوطني. بس يعني في علامه استفهام كبيره جدا ما بين مهمه مع ليبيا وبعدين الجابون او انجولا عفوا. انجولا. فيعني احنا شفنا صحوه جميله جدا واداء مميز بغض النظر عن الفوز في المباراتين والست نقاط العلامه الكامله. لكن طبعا لما رحنا انجولا لقينا فرقه ثانيه خالص، يعني دي بتخضنا احنا كنقاد وكجماهير ازاي يعني المنتخب يروح ويجي بالشكل ده. ويعني ده شيء مش ليس من سمات المنتخبات الكبيره المستقره. صحيح طبعا. صحيح. فبالتالي يعني لازم الجهاز الفني بقياده كروش واللي معاه والكابتن وائل جمعه يعني يكونوا برضو عندهم اجابات قبل مننا عن هذه التساؤلات. المفروض الخضه اللي حضرتك بتتكلم عليها يكونوا هم الجماعه تخضوها في انجولا مش احنا اللي نخض منهم بحكم التاريخ يعني. هم اللي في الملعب، هم اللي في الملعب ولازم يدونا اجابات. يعني انا شايف ان طبعا يعني تحليل انا الشخصي ان كان في استهانه بدون لازمه او خضه بدون لازمه، حاجه من الاثنين. يعني احنا لما مخضوضين هو طبعا كروش قال لك الحراره والرطوبه وده احنا زهقنا من الكلام ده بصراحه. زهقنا من اي حد يعني. فيعني انا بلعب في جميع الاجواء وفي جميع الظروف. بالظبط بالظبط بقى بصراحه يعني. وحققت نتيجه كويسه جدا في ملعب ترتان مع ليبيا. انا لعيبتي محترفين برضو. انا يعني لعيبه دوليه مش متفرغه يعني. فيعني حته الظروف الجويه ونوعيه الملعب والنقر والكلام ده يعني اصبحت يعني مستهلكه جدا. فبالتالي انا شايف ان منتخب مصر اللعيبه لازم تحاسب نفسها كمان يعني لازم اللعيبه تحاسب نفسها. وطالما هم في معسكر دلوقتي في برج العرب مع قبل ماتش الجابون يكون ده الرساله اللي من كروش للعيبه. الكابتن وائل جمعه شفاه الله برضه لازم يتكلم مع اللعيبه، هو لاعب كبير وله تاريخ وقدرته يعني. فانا شايف ان ليه بقى؟ احنا مقبلين على تحديات ثقيله جدا طبعا. في الفتره الجايه ده الشغل الحقيقي لسه ما ابتداش. بالظبط حضرتك جبت المفيد، يعني احنا عندنا التصفيه النهائيه هنقع مع مين؟ احنا غالبا داخلين مستوى ثاني غالبا يعني. هنقع مع مين؟ الجزائر ولا المغرب ولا تونس ولا نيجيريا؟ يعني كلها تحديات من النوع الثقيل. يعني ده غالبا يعني اتمنى ان احنا نخش مستوى اول نقدر نقابل حد ثاني. وده معتمد على اللي هيحصل مع تونس في الماتش اللي جاي ليهم. تونس ونيجيريا كمان يعني لا اما يخش مكان تونس يا اما يخش مكان نيجيريا تصنيف اول. فبالتالي ايا كان برضو العشرة اللي وصلوا هم ابطال مجموعات. بس برضه خساره تونس من غينيا هل كان متوقع؟ لان يعني كانت غريبه برضه شويه. لا غريبه جدا يعني في حاجات بتحصل مش مفهومه يعني. لا يعني النهارده يعني منتخب نيجيريا على كف عفريت قدام مين؟ قدام جزر عفوا مش جزر القمر الراس الاخضر يعني على كف عفريت. لا هي تاهل لا ما يتاهلش يعني. نيجيريا 12 الراس الاخضر 10 وهيقابلوا بعض. انا واحد من الناس ما سمعتش كلمه الراس الاخضر دي قبل كده الحقيقه. اللي هي فده يوري اللي احنا بنتكلم عليه ان فعلا في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجات غير متوقعه. مفاجات بالظبط يعني. فبالتالي يعني احنا داخلين على تحديات كبيره. التصفيه النهائيه كاس العالم ودي يعني مش هنتنازل ان الجماهير المصريه منتظره بطاقه ومتذكرتنا الى البطوله الجايه في قطر 22 ان شاء الله. عندنا يعني كاس العرب ففي تحديات يعني بجانب التحديات الانديه اللي موجوده. فانا شايف ان اللعيبه لازم يكون عندها كثير من العزم في المرحله الجايه والجديه ومش هقول الرجوله لان دي صفاتهم الطبيعيه. هنمشيها الروح القتاليه. الروح القتاليه.